للجورنال وبنبدأ من الوفد. عاصم عبد المجد الثقفي، انتوا فاكرينه اللي كان بيقول انني ارى رؤوسا قد اينعت، وكان بيحض الناس على الشهادة. اول واحد استخبى 3-4-5 شهور وما لقى حتة يا فكيك، وشايفين صور وهو بياكل الباتيه والكرواسه، هو عمره ما اكله هنا طبعا. هذا القاتل اللي حكم بقتل 117 ضابط وجندي. الوفد بتقول ده عاصم عبد المجد الثقفي يقود مخططا ارهابيا من قطر لتعطيل الاستفتاء على الدستور. اتصالات مع ارهابيين في ماليزيا وتركيا وحماس لتنفيذ خطه الفوضى. ده عارفين بعض الارهابيين في كل حته في العالم. جلب تمويلات لمتطرفين شباب تم تجنيدهم مؤخرا على الحدود. ما تعرفوش غير في القتل والتدمير. دعايه مكثفه ضد الدستور، هتقولوا ايه؟ وإثارة طلاب الجامعات ضد مدنية الدولة. طلاب الجامعات موجودين وانتوا بتثيروهم كل يوم، لكن معظمهم مش طلاب جامعات. مصادر أمنية: نرصد كل المخططات ونتعامل بحرفية لحماية الأمن القومي. واضح جدا، وده اللي مجننهم، انهم مش متخيلين الأمن تعافى بالسرعة دي وانه حرفي الى هذا الحد. المصري اليوم: النيابة، محمد رضا قتل بطلقات خرطوش داخل هندسة القاهرة. واضح جدا، وبنفس الطريقة اللي حصلت في مجلس الوزراء. محمد محمود 1، محمد محمود 2. دماء ورصاص مطاطي أثناء معاينة مبنى الكلية وإخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة. انتهت النيابة العامة من معاينة كلية الهندسة جامعة القاهرة إلى أن عملية قتل الطالب محمد رضا والشروع في قتل زملائه المصابين تمت خلال المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن على الأرض، ولم يتم تصويب الرصاص من أعلى. ويرجح أن عناصر لم يتم الكشف عنها قامت بتصويب طلقات الخرطوش نحوهم من داخل الحرم الجامعي لكلية الهندسة. الطرف الثالث عاد مرة أخرى فتش عن التتار الجدد. اليوم السابع: خطة الجماعة المحظورة لإثارة القلاقل بالبلاد قبل 25 يونيو. الإخوان يخططون لتهريب القيادات من ترى وبرج العرب، ده كان زمان، والاستفادة من تداعيات قانون التظاهر، ويستعينون بكتائب الفرقان وأنصار بيت المقدس. إن شاء الله هيتقطع رقبتهم جميعا. بدأت أجهزة الأمن في تطوير وسائل ملاحقتها لعناصر تنظيم الإخوان من أجل إجهاض مخططهم. هيحصل إن شاء الله. الوطن: أول صور للمتهم باغتيال الضابط محمد مبروك. مصادر: المتهم استغل ثرائه في إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح، ووالده مهندس سابق بالهيئة العربية للتصنيع. الوطن بتنشر أول صور لأحمد عزت شعبان من داخل بيته، ده اللي قاعد يطلق الرصاص على الشرطة 5 ساعات. المتهم بقتل المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني أمام منزله في مدينة نصر. مصادر أمنية كشفت عن إن المتهم أحمد عزت شعبان اللي تم إلقاء القبض عليه يوم الجمعة الماضي في مدينة الرحاب كان قبل 7 سنوات مجرد شاب لأسرة ثرية تعمل في مجال المقاولات، ولم يكن له أي نشاط سياسي أو جنائي قبل أن ينضم للجماعات التكفيرية ويمدها بالسلاح مستغلا ثراءه. الأخبار: في حملة موسعة لقوات الجيش والشرطة مصر اعتلت إرهابيين وضبط 25 من العناصر التكفيرية. حملة شغالة كويس قوي. وهارب من سجن أبو زعبة المحكوم عليه بالمؤبد. مصدر عسكري: رسائل على تليفونات الإرهابيين بطلب مساعدات خارجية تؤكد سيطرة الجيش على الأوضاع. مصدر عسكري مسؤول أكد للأخبار إن الهواتف المحمولة المضبوطة اللي كانت بحوزة الإرهابيين الثلاثة كانت بها رسائل استغاثة من القبضة الأمنية القوية للقوات المسلحة وإحكامها السيطرة على شمال سيناء. المصدر كمان أضاف إن الإرهابيين استعانوا وطلبوا بالعون من خلال إرسال أرقام هواتف دولية. هنلاحظ كل ما يبقوا بيتضربوا في سيناء قوي يشعلوا النيران في الداخل، يبقوا شوية بيعملوا عمليات في سيناء يهدوا في الداخل، لكن في كل الأحوال الإرهاب مصيره إنه ينتهي. الأهرام:
تجريم الفساد السياسي قانون جديد لمكافحة انحراف السلطة ومحاسبة مرتكبيه، ضبط قاعدة بيانات الانتخابات لضمان نزاهتها. المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية أكد أن هناك اتجاه لإصدار تشريع جديد بتجريم الفساد السياسي، وحيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفا لمفهوم الفساد السياسي وطريقة المحاسبة عليه. المهدي أوضح أن الفساد السياسي يعد أبشع جرائم انحراف السلطة وأكثر أثرا من أي جريمة أخرى، فهو خيانة. تسألوني بضحك ليه؟ هقول لكم، أصل ده وزير العدالة الانتقالية مش وزير الفساد السياسي، لكن ما عملش أي حاجة. تسمعوا عن الوزارة دي، تسمعوا عن الوزير ده، طب عنده عربية ولا اتنين، طب بيشتغل ولا ما بيشتغلش، طب يروح مجلس الوزراء ولا ما بيروحش، ما بنسمعش حاجة، لكن يطلع لنا التصريح زي ده ماشي. اليوم السابع، بعثة تركية تسرق مساجد أثرية بالقاهرة والإسكندرية، أبرزها مساجد محمد علي وجامع الأزهر. كانوا طبعا بيغطيهم مرسي. الأتراك دخلوا باتفاقية ألغيت بعد تطاول أردوغان على شيخ الأزهر. الوزارة اكتشفت حصول الأتراك بالفعل على هذه العينات، فقامت على الفور بوقف عملها وحولت الملف للمستشار القانوني للأثار على غرار ما حدث في منطقة الهرم من سرقة العينات من خرطوش خوفو الأثرية من قبل فريق أثري ألماني. وقعت حادثة سرقة أخرى لعينات من مجموعة مساجد أثرية من قبل مجموعة من الأثريين دخلوا المساجد الأثرية كفريق بحث ممثل لمنظمة تركية عقدت اتفاقيات مع وزارة الآثار. ده عرفنا ليه أردوغان هيتجنن، لترميم الآثار، ثم عبست وسرقت عينات من هذه المساجد، يعني جايين يسرقونا. الشروق، ادخلوها آمنين، حلوة أوي المنشط. مصر تستعيد عافيتها السياحية، ده هيجننهم. أول فوق سياحي بريطاني يزور الأقصر بعد رفع الحظر، وارتفاع نسبة الإشغالات في شرم الشيخ إلى 50%، و 314 ألبانيا يغادرون أسوان بالسلامة إن شاء الله. المصري اليوم في عموده على فين كتب الكاتب الصحفي محمد أمين، شعرت معاوية قطعتها قطر، أخيرا ظهر الإرهابي عاصم عبد الماجد في قطر، ظهرت عليه آثار النعمة قوي، يأكل ويشرب ويسكن الفنادق ذات النجوم السبع، لا يعلم الصبي الذين يتظاهرون هنا أنهم عرائس، لا عاصم عبد الماجد لديه قضية ولا غيره ممن يقيمون في قطر، هؤلاء قطعوا شعرة معاوية. الصبية اللي بيشغلوا منها بياخدوا ايه؟ فتات ب 500 جنيه و 700 جنيه، لكن هم طبعا واخدين الهبر والملايين. وسمعنا النهارده وناقشنا الملايين اللي عند ابن معزولهم، لكن يفكروا؟ لا. الوطن في عموده ضمير، كتب الدكتور عمار علي حسن عن ابطال الثوره الحقيقيون، قال فيه: الشعب الغاضب الذي فتح صدره امام الرصاص في الشوارع والميادين وضرب بساعده الفتي حشود الأمن المدججة بالظلم والكراهية، كان يهد نظامين أذاق المصريين الفقر والذل والهوان، ليفتح بابا واسعا أمام بناء نظام آخر ينقل مصر من هامش العالم إلى قمته. لكن يبدو أن قوة شريرة شبابية وغير شبابية تريد أن تركب الموجة وتسرق المواقف وتصطنع البطولات المزيفة، وتريد أن تجر البلاد إلى مستنقع جديد من الارتباك الأمني. طبعا أعتقد دي واضحة جدا، يعني التوصيف اللي كاتبه الدكتور عمار واضح جدا وانتوا عارفينه دلوقتي بالاسم. نروح بقى الأخبار ما بعد الطبعات الأولى في الصحف. الصباح، بابة الأهرام، السفير البريطاني: لن نعتبر نجاح السيسي في الرئاسة حال ترشحه انقلابا. ولا والله، طب ما ده شيء طبيعي، لما يترشح يبقى هينجح، يبقى والشعب هيجيب، وخلي بالكم الشعب هيجيب وهيجيب. بوابة فيتو، وزير الداخلية يحيل واقعة مقتل طالب على يد ضابط قسم شرطة الأميرية للنيابة. الوطن، التلفزيون المصري: التحقيقات كشفت عدم امتلاك الشرطة لنوع الخرطوش الذي قتل به طالب الهندسة. الطرف الثالث، جماعة التطار الجدد الإخوان سابقا. اليوم السابع،
قوات الأمن تعيد إغلاق ميدان النهضة وتفتح طرق مؤدية طرق بديلة من وإلى الجيزة. زي النهاردة 2 ديسمبر بقى سنة 1942 تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية. ربما دي من أهم الأخبار اللي كانت زي النهاردة. وفي خبر طبعا ما قلتلكوش لأنه مش موجود، مفيش حاجة النهاردة عن الفريق سامي عنان، لا بيقرأ جورنان ولا مترشح ولا بيزور ولا راح باريس. لعل المانع خير يا سيادة الفريق. تفاءلوا 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 وخلوا صلاحكم.